هذا بسبب لي اصلا بحد ذاته مشكله كبيره اني اقدر اسحب منه اكستراكت بلوتونيوم مثلا من هذا المشتق لاقدر انتج قنبله. اصلا بعد ما في تكنولوجي موجوده، حتى الصين اللي هي عم تصنع مثلا، بعد ما في تكنولوجي عندها لتكسر هالبابل، ما فيها تجيب اصلا منكوس او خمر شاكوش وتضرب تضرب هالبابل وتشيل منه البلوتونيوم. ليه؟ لانه اصلا في عم نحكي عن نيوكليير ثينج، انه بعد في رياكتيفيتي، في واحد يجي يكسر يلا بخدها بموت بالارض يعني. خلاص. لا. أو يموت هلا بحكي. Air cooled, no air contamination. هدول الـ waste هون كان في مشكلة، كون objective يعني. كمية الـ waste كثير كبيرة، ليه؟ لأنه كمية الفيول هالقد اللي هي عم تستعملها، كمية الجرافايت هالقد، ففي إذا اعتبرتها كلها waste هاي، ما في شو بدي استعمل الجرافايت أعمل له ريسايكلينج وشي، بعد لهلا أصلاً ما في. فكلها بدي أعتبرها waste هلا. فكمية الـ waste مقارنة يعني إذا بدي أعمل normalization per kilowatt hour أكبر من other types of nuclear technologies. فشو بدأ في عندي مشكلة storage أو مشكلة شو بدأ أعمل فيها مثلا؟ أول شيء عادة بالبحر، هلا في ومن فينا نركبها بالبحر لأنه المحيطات البحر بيقدر يعمل shielding للرياديواكتيفيتي، الجاما بارتيكلز اللي أكثر شيء فيهم يخربوا، البيتا والألفا بيموتوا بأرضهم، يعني كم متر بيموتوا. الجاما بدها تقطع على مسافة، بس عم تحكي ببحر يعني الرياكتر فيك توقف بعيد 8 امتار عن الرياكتر اندر اوبريشن، فيك توقف 8 امتار بعيد عن الرياكتر لانه في مي، انت واقف فوق السبنت فيول، ال 8 امتار بيقدروا يعزلوا كل الراديشن وما في هاي تمبرتشر، انت واقف برا مش واقف قبل المي. فما في، انا فايت على الرياكتر يعني من هلا اخر فتره كان اندر اوبريشن فيك تفوت. فما كيف اذا عم بقول عم بكب المحيطات، سجستشن صحيحه يعني بس مش حلوه يعني لو الكب كبها بالمي. فبدك تعمل شيء، هلا بدك تعمل اول شيء ستورج بغض النظر اذا رجعت تعملها مثلا دمبنج باقصى الارض، يعني تعمل ديب ديسبوزل، ديب جيولوجيكال ريبوزيتوريز. بدك تحطها بمحل اول فتره، اول كم سنه للديكي هيت ينزل، هذا اللي قلنا عنه 4% من اخر باور بده ينزل بالضبط. فاهم؟ بدي احط عاده باللايت ووتر رياكتورز بحطها بمي لانه بدي بردها، وانا ماني مضطر اصلا احطها بمي، في احطها بالهواء. ايه في حطه هون بالهواء، هاي ستاند فيول بقلب الباور بلانت، وكون انت مالي من حدا، انت مالي من حدا. اولا لانه فيري لو باور دنسيتي، الهواء كافي انه يبردها، بالبابل عم بحكي. وبنفس الوقت بانه الفيول ريتيند ولا ريتيند بقلبها، الهواء ما حيعمل له كونتامينيشن، غير انه الهواء اصلا فيري لو دنسيتي يعني، فانه البروبابيلتي اوف كابتشرينج راديو اكتيفيتي از لوور. بنفس الوقت عم بحكي هون عن انه البابلز قادرين يحتووا على الفيشن برودكتس بقلبهم، مش مثل مثلا بس يكون عندي فيول رود عاديه او زيركونيوم، ممكن الزيركونيوم يبلش يعمل له امبريتلمنت او يتكسر جزء منه. لا لا، هون الهواء ما بينعمل له كونتامينيشن، فيري لو اكتيفيشن اوف اير، فقادر احطه بالهواء لفتره طبيعي. ليه؟ بالاخير بدي اعمل له شيء يعني، مش حخليك حياتي بالمنطقه وتعزروها يعني. بتخليها اون سايت ستورج بطبيعه الحال، مثل اللي حيالله لايت ووتر رياكتر، تحطها اون سايت لفتره 10 سنين 8 سنين حسب الابليكيشن، حسب قد ايه بدك، حسب النورمز، حسب الستاندردز، في ريجيوليتري بده ينعمل بلبنان او بالدوله اللي بدها تبنى هلا اللي بدها تاخذ الرياكتر. واخر شيء اسهل شيء يعني لبنان والدوله اللي مصنعه والديزاينر هي الصين، فاذا انت مش ما عندك قدره انك تخليهم عندك فيك تعمل شيبمنت لهنيك وبتصير، ما فيك تقول نيوكليير. لا لا، اليابان عندها تاكاهاما بتقدر اكثر من فتره، هلا اليابان تبعت على فرنسا وبريطانيا ليعملوا ري بروسيسنج، يعني بيعطوا لهم سبنت فيول بيقولوا لهم سيبريت بلوتونيوم وبعثوا لي اياه باك، بلوتونيوم يوراني بعثوا لي اياه باك، بدي ارجع استعمل بالرياكتور، وخذوا الماينر اكتينايتس كل شيء ما له عازه كبوه نعمل. فبيبعثوا شيبس، بيبعثوا سفن، بيبعثوا على فرنسا وبريطانيا لانه التكنولوجي كثير ديفلوب بفرنسا، بيبعثوا لهم وبيرجعوهم، فهو انه شيء مستحيل اصلا انك تبعت فيول ويست. اصلا هون مش عم برجع احكي عن ريبروسيسنج هنيك، بعد ما في ريبروسيسنج تكنولوجي اصلا منا بغنى عن فكره الريبروسيسنج، نحن مش بحاجه لانه العيون علينا هيك، فبس يقولوا ريبروسيسنج يعني عم تطلع بلوتونيوم، يعني شو بدك تعمل بلوتونيوم؟ انت ليك تقول لهم مريح راسي، هذه الدوله الكبرى الاعضاء الخمسه زائد واحد، بعث لهم الويست ومريح راسي، كان دو ذات ديل معهم اصلا موجود بين هذول. ايران عفوا؟ ايران ايران ماشي حالها مع الدول الخمسة زائد واحد. بس ما بتبعت الفيول تاعي، هلا هون انا بحكي تبعت ويست يمكن، هلا فيك تخليه هون حسب قديش اوبريشن فيك تخليه، بس انه اذا قادر
تخلص منه بطريقه معينه يعني فيك، واصلا فيك تعمل ريبوزيتوريز، فيك تعمل هون ريبوزيتوريز، مش ازمه انك تحفر تحت الارض وتحط. ليش بس احفر؟ بقول احفر لانه بدي اعزل هذا الشيلدينغ، الارض بتقدر تعمل شيلدينغ، وبنفس الوقت عفوا ليه بدك تعزل؟ ترى ما عم تقول صح 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 صح، هدول اللي ضلهم. اول شيء نحن حنروح بعد فتره قصيره، فبالنسبه لعمر البشريه في شيء في نحن مش هدول اللي نحطهم بقلب الارض اللي هي بس نحكي عن جيولوجيكال ايجينج او هيستوري، هدول شو حيصير فيهم؟ حيتفاعلوا، حيتنقم طبقات من الجرافايت، حينقم طبقات، حيصير في ديسبيرجن، خلينا نسميه مش ديفيوجن، سبيرجن، بعدين وذين ذا سويل مثلا ممكن يصير في ديفيوجن توصل لفوق. حتى الدامبينج ديب جيولوجيكال ريبوزيتوريز عشان هيك اسمهم ديب، ما بينحطوا مثلا متر او مترين تحت الارض. ما بوصل يجي واحد يقدر بعد فتره يحفر بالارض بس ما يحب يطلع. على طول الهيومن ريلايبيليتي فاكتور هو عامل اساسي، فبقول حفر وغمر يعني لانه ما بتعرف الانسان قد ايه واثق فيه مثل ما بقولوا. فبعدهم معظم دول العالم هلا مثلا بدها شغل ديب جيولوجيكال ريبوزيتوريز، بنقوا سايتس مناسبه ما فيهم تكتونيك، بسميهم تكتونيك موفمنتس او صفه ممرات ماي مثلا، او ممرات ماي مثلا ممكن تنشرب بعدين مثلا. بدك تعمل دراسات في بسويسرا في هيدي الناجرا اللي هي المؤسسه المعنيه بكل شيء اسمه ويست مانجمنت، عم بيعملوا هلا ديب جيولوجيكال ريبوزيتوريز، نقوا محلين وبلشوا هلا عم يخلصوا اعمار، بدها اكسبكت بعد 2030. بس سويسرا صار لها مثلا اوبريشن بتاخذوا بس نقدر نلمس شيء يعني عن ويست، صار اوبريشن من الستينات عندها نيوكليير فاسيلتيز، عندها باتسنا ميلبرغ ادم باور بلانت ادم رياكتس، هلا عم يسكروا خلصوا خلص الايج تبعهم. صار من الستينات وبعدها لهلا ما اضطرت تحفر، بعدها مخزنيتهم. سويسرا مش الصين وقت لبنان، سويسرا اربع مرات اكبر من لبنان، وصار من الستينات عم تعمل. فمن الويست بحد ذاتها الميديا كثير بتضوي عليها يعني، بس قد ايه كريتيكال بحد ذاتها لا، واقعا مش كثير شيء كبير، ما انه ازمه كبرى يعني بينحل مثل حيالله شيء ثاني، كان ديزاين اجينست. ففي حدا مره هيك بفسر عنا يعني بيقول لي انه البانهوف الترين ستيشن بزورخ اذا بتجيب كل النيوكليير ويست الموجوده بسبب هالاوبريشن كلها من الستينات لهلا بتعبي هذا الاول 20 بلاتفورم، اول 20 جيت بالبانهوف اللي هي يعني قدها القاعه على 15 20 مره اقل، كل هالويست الموجوده. كمية النيوكليير الحلو فيه مش مثل مثلا الكود، مثلا بدك شوية نيوكليير يورانيوم، بدك شوية يورانيوم انريتش 35 تنتج طاقة ضخمة، مش ذاكر الريشيو يعني بين الكود والنيوكليير، بس بعتقد مش أقل من 20,000 مرة، مش أقل من 20,000 مرة. تذكر في هذا بقول لك لتضوي جناب مثلا بدك تراك يورانيوم لتضويه على سنة يورانيوم انريتش، لتضوي جناب بدك تعبي الاستاديوم تبعها للضوية بالنهار من كول. هذا اللي عم بقول لك انه كمان كويك فورس بروت فورس ابروكسيميشن. فالويست ما نازله، بس هون عم بطرح افكاري. بروليفريشن ريزيستنس اهم شيء بنسالنا اياه. الفيول كومبوزيشن اول شيء عم بعمل هاي بيرن اب، هون عم بخلي الفيول اليمنتس كثير فتره بالرياكتر، عم بعمل لهم ريسيركوليشن لانه ما عندي زيركونيوم، فما بخاف ارجع اعمل لهم بومباردمنت، ما عندي مشكله زيركونيوم هون. فالبيرن اب يعني بحرق اكثر من هيلا لايت ووتر رياكتر. عاده هلا حوالين العالم بيقول لك 60,000 ميجا وات داي بير تون اوف هيفي ميتال يعني يورانيوم عم نحكي. هون في وصل ل 90,000 ميجا وات داي بير تون اوف هيفي ميتال. فعم بقدر احرق اكثر، بس احرق اكثر يعني هذا البلوتونيوم 39 اللي عم ينوجد بسبب اليورانيوم 38 عم بقدر احرقه اكثر. فاصلا بطل عندي هذا الويبون جريد يورانيوم ككميه اقدر اصنع منها شيء. هون عم بحكي اذا بده يطلع حدا يناقش يشوف البروليفريشن بروتوكولز، نون بروليفريشن بروتوكولز مع الانترناشونال اتوميك انرجي ايجنسي او مع الدول الكبرى. غير هيك اتس وانس ثرو سايكل، ما في بروسيسنج بعد، ما في تكنولوجي تو سيبريت ذا فيول اليمنتس تو سيبريت ذا فيول كيرنلز او يسموها to separate the uranium and plutonium, urex, or purex, plutonium, uranium, from other minor actinides. بعد ما في تكنولوجيا to separate them. وأسهل شيء بتمنى أصلاً هم بتريح بالك لأنه هي معصين. أصلاً في واحد كمان هون مرة كنا بتوك صغير وعم يحكي، طب فطرت حدا بيجي بيقول لك خليني اسحب على فطرت حدا إجا مع إني بابلز يعني في يجي واحد يسرقها وفي بقلبها اكيد بلوتوني مش بعيد يروح يصنع مثلا. في واحد يقول هيك اذا مش معمم كثير. هلا اول شغله ذكرتها قبل شوي انه هي راديو اكتف، شو يعني يفوت يسرقها؟
بغض النظر عن كل السكيورتي سيستمز الموجودة جوا الرياكتور أصلا ما فيك توصل بس نفترض قدرت تسرق أو من سبنت فيول تاسك أو من التانك تحت مثلا قدرت تسرق ما حدا شايف قدرت تسرق البابل ما بيقلبها شيء بريطاني إذا if you do the math هذا البروفيسور جاوبه هيك ما عادش عملت المات قللت مروري يعني بدك 15,000 بابل لتقدر تصنع بلوتونيوم بوم 15,000 مين بده يسرق 15,000 بابل راديو اكتف بتبطل سرقة تصير عملية منظمة لتصنيع سلاح نووي يعني بطلت سرقة حطيتها خلص concluding remarks modular plant could contain between 2 to 10 reactors بتحصل power plant operated from the same control room with driving the same steam turbine all driving the same steam turbine there is a global interest in small nuclear reactors لعدة أسباب to include to reduce the impact of capital costs مثل ما قلنا they are compatible with the small grids مثل اللي عنا يوم لبنان أولا أصلا عنا ما بدنا هاللود الكبير لبنان وأصلا الجريد كثير ديمي بدها شغل كثير لتنعمل لها الانوفيشن فإذا بتنزل تعمل مثل الإمارات بتقول بدها ينزل رياكتر 1400 ميجا وات ما بعتقد الشركة تتحمل أيام بعد فبدك مودلر رياكتر أو سمول مودلر رياكتر بنسميهم السيفتي فيتشرز اللي هني أهم شيء اللي لخصته بالحديث Short construction period سنتين لثلاثة بلبنان فينا نزيد Sequential building of models to match the demand growth كل ما تشوف انه انت بحاجة لأكثر بسهولة فيك تركب مش مثل حيالة power plant تاني هونيك في بلاوي auxiliary systems في كتير interdependencies في كتير details بك تدرسهم في الـ شو نسميهم الـ fragilities في بسبب الهزات الأرضية في كتير قصص تدرسهم للـ components الموجودين بك تبعلم عن بعض تحطهم بمحال بتخاف إذا حدا فجر حاله مثلا بدك تحط هيدا هون وهيدا هون يكون في هيدي diversification حتى باللوكيشن هون منك كتير بحاجة لهدول كلهم فأصلا أسهل الموديلايزيشن discussion خلص هودي نقط هيك فكرت فيهم هلا لما اجي نحطهم انه اذا حدا على الاغلب حيكونوا هن النقط اللي حتدسكشن شو الكونتراكت اللي حينمضى مع تشاينا مثلا نفترض الدوله قررت لايسنسينج بدك لايسنسينج بقلب الدوله ولايسنسينج مع الدول الكبرى تعمر اوبريت نلنا يا حسره بيقولوا ترين اور بيبل انترناشونال نو هاو اهم شغله بدنا ريجيولاتوري يلا دوله بدها اندبندنت ريجيولاتوري يعني غير الاوبريتورز غير الشير هولدرز في ريجولاتوري تكنيكال ريجولاتوري بدي لك لا ما بقبل تكفي اوبريشن within these conditions لا لا بدك تظبط هاي لتقدر تكفي لا لا من قدرتها انها توقف الباور بلانت بتقدر تقول للباور بلانت ممنوع تكفي هالاوبريشن لتشوف مشكله الدراي اوت مثلا بالفيول بدك ريجولاتوري بدك تعملها ممكن تكون شيرد مع دوله اخرى كمان فينا نحكي عنها بدك education system you can share the regulator مثلا هلا عمود فيك تكون الدوله اللي عملت الديزاين واللي هي حتعمر لك خصوص حسب الكونتراكت اللي حكيت عنه هون فيها هي غير انه تاخذ الويست بالضبط فيها تكون ريجوليتر وفيك تو كان شير وذ نيبرينج كونتري بوليتيكال ديسكشن ان جنرال هاي هي هذا جنرال اوفر فيو اوف ذا رياكتور هاو ذا بابلز عم ينعمل لهم سيركوليشن هون بصير في بيرن اوف ميجرمنت بينعمل سيركوليشن هذا اللون الاصفر اللي هون هو عباره نعتبره عن الفلويد اللي هو الهيليوم عم نعمل له بلاورينج هون عم بيعمل ريسيركوليشن غير الناتشرال كونفكشن لانه عم يحمى من تحت ويطلع كمان في بلوز فوق وهذا الشيء اللي هون هو بنعتبره فينا في الستيم جنريتر او فينا نسميه هيت اكسشينجر بالضبط في سكندري سيركت هيدي هدفها الاساسي انه عم مرق مي ما تكون دايركتلي هون الهيليوم ممكن يكون مع انه شوي الاكتيفيشن ممكن يكون فيه يو كان ميجر لانه اصلا دنسيتي كثير عاليه فيه وعنده لو ابزوربشن فاصلا ما له كثير اكتيفيتد بس كمان احتياط بتحط الهيت اكسشينجر انت عم تمرق بقلب المي المي عم تحمى عم تتبخر عم تحول لستيم and it's dragging the steam turbine even though في ديزاين بعد مش عم ما عم يتعمل انه لا لا بستعمل انا غاز توربين والهيليوم مثل ما هو ببعته عهيدا في وبتقول انه contamination لا لا ما هلا operating boiling water reactors بقلب الرياكتور منه بحاجه لستيم جنريتر بقلب الرياكتور المي اللي هي كولنت بتتحول لستيم وبتروح تغلي على التوربين المي داره اوريدي يعني بالزركونيوم اللي بقلب الفيول نفس الفكرة تصبر بس بعد ما في تكنولوجي اللي بتكون كابل مع هيدا بس ما عنده كمان شيء مستحيل بس هيك أحلى سؤال ينزل من فوق عم ينزل فوق ينزل من تحت بينعمل هون ميجرمنت في بيرن اب ميجر في شيء بيقيس قديش صار في بيرن اب بعد تتحمل هالبابل ترجع تنعمل لها ريسيركوليشن ولا بعدها تصير ويست
وبيشوفوا قديش بحاجة قديش عم بيروح في هون مجرى قديش عم بيروح إذا فيهم كمان في جزء بقلبه كراكس مثلا فرط فيه هبل صار معه مشكلة فيه عم تنزل صار معه شيء أو مثلا صار فيها بنعملها ديتكشن وتروح على الريس وبنعمل ريسيركوليشن مباشرة هون فهذه الفكرة هاي عندنا بالكونتينيوس ريفيولينج هي فيتشر حلوة ما عندي بحاجة يوقف الرياكتور لفترة تو ريفيول لا 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 هي كونتينيوس ريفيول وهي الشيء اللي العالم معظم العالم بتحب الفانسي شيب أوف ذا هايبربوليك كولينج تاور هو الكولينج تاور هو هيت اكسشينجر بس عم ببرد يعني هذا ما له مخصص بالنيوكليير اصلا كل شيء هون هو نون نيوكليير بالضبط هاي المي اللي عم توصل عم تطلع من هون الستيم درايفنج تيربان كي كوندنسيت عم يخلق هون هذا الكوندنسيت بدي اعمل انا فيد ووتر بدي ارجع تو ريسيركوليت باك فالستيم يعني اللي استعملته لحرك التيربان عم يرجع يعمل له كوندنسيشن عم ينزل لهون بدي برده لارجع ابعته لهون ليكون بارد لا اعمل الماكسيمال هيت تمبرتشر ديفرنس اكيد اكيد ارجع اعمل لها كومبريشن يعني سامعين بس شو دور الكولينج تاور هاد زيته بس انه انا بسحب منه بسحب بكون في هون نهر عشان تشوفوا بتعمل الباور بلانت هاد نهر ليش بده؟ لانه عاده اذا بدك كات تايب كولينج تاور هذا الشيء اللي هون هو عباره عن المي السخنه اللي عم تجي من هون بعد شوي سخنه بس تضرب بهواء مسقع شو بصير فيها؟ بتتبخر بتزيد له هيوميديتي عم يتبخر شوية مي معناتها عم بينقص شوية مي من عندي بتقريبا هذا امبيريكال كمان 1.5 to 1.8% of the whole recirculation هو بيسحب من النهر 1.8% من الفلو ريت اللي بحاجتها فعشان هيك بدي اعملوا حد نهر حد بحر الامارات حد بحر ما عندنا حد بحر لهذا السبب فهيدي بس فعليا دورة برد هيدا بقلبه هون الفنز او هيت اكسشينجز بقلبه اللايرز بس بيضرب عليهم المي السخنه بيخبط فيهم الهواء اللي جاي من تحت هواء مسقع بيسخن الهواء بيطلع ناتشرال كونفكشن وبيعمل ريسيرك بيرجع الهواء المسقع بيرجع بيطلع وعم تتبخر المي وبحاجه ل فيدباك من هون اللي هي النهر عشان هيك ففعليا معظم الدول اذا بدي احكي يوروب بيوروب معظم الدول بتستعمل بتقوم تعمل باور بلانت حد نهر لانه بحاجه لهيدا الكونتينيوس سبلاي اعتقد هون بكون خلصت الدسكشن الاساسيه بخلي هالصوره وبفتح المجال للاسئله شكرا الكلام مستفيض وكان كلام علمي قوي عميق يعني الشكر كتير كبير على المادة القيمة اللي تم تقديمها اللي عطتنا فكرة جيدة جدا عن استخدامات البابل باد نيوكلير يعني نحن غدا نتشكر خينا علي كتير على المادة اللي تقدمت اليوم نحن أكيد بدنا ندير discussions قبل ما ندير discussions بدنا طلب مني خينا دكتور زكريا رمال قدم وثيقة رح نترك له المجال يقوم بالتعليقات بالأول على أمل أن نفتح الديسكشنز نحن قاعدين وأكيد في كتير انكويريز بدها تجي من الحضور نحن إن شاء الله قاعدين نعطي الأجوبة سيد زكريا إذا بتسمع أهلا ميشيل شكرا جزيلا سعادة النائب شكرا على استضافتنا الندوي أستاذ حسين مشكور جدا شكرا أستاذ علي على المحاضرة القيمة جدا أنا تعليقا على استكمالا للعنوان لأنه العنوان تكلم عن التقنيات المتقدمة فعل الطاقة النووية وإمكانية الاطلاع على برامج توليد الطاقة الكهربائية في لبنان استكمالا للعنوان الثاني حبيت طبعا وزارة الطاقة والمياه علق شوي على موضوع